متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية والتي نبدأها عبر صور الأقمار الاصطناعية والتي تشير إلى تواجد كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية الممطرة على طول الواجهة الشرقية للمملكة، بما في ذلك منطقة الدمام والجبيل، وهذه المناطق جميعها تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي تحدثنا عنها خلال اليومين الماضيين، كما أن هناك بعض الزخات الرعدية تطال بعض المناطق أكثر داخلية وتطال العاصمة الرياض. عموم مناطق المملكة تتأثر اعتبارا من نهار هذا اليوم وحتى 3 أيام قادمة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تعمق لمنخفض جوي حراري سطحي، وهو ناتج عن امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، ويتوقع أن يمتد شمالا ليصل إلى المناطق الشمالية الغربية ويؤثر على طول المناطق الشمالية والوسطى الشرقية والجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى. عبر خرائط المحاكاة الحاسوبية توقعات الأمطار، إذن كما نلاحظ نهار هذا اليوم زخات رعدية من الأمطار ما بين الحين والآخر على طول المناطق الشرقية بما فيها منطقة الدمام، بعض الزخات المطرية أيضا في العاصمة الرياض، هناك أمطار رعدية أيضا في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة. هذا بالنسبة للأحوال الجوية نهار هذا اليوم الاثنين. مع ساعات مساء الاثنين تبدأ هذه الأمطار بالتحرك بالاتجاه الجنوبي الشرقي مبتعدة عن المدن الرئيسية، ولكنها تبقى حاضرة في مناطق مثل الإحساء بالإضافة إلى المناطق الجنوبية وإضافة إلى منطقة الربع الخالي، مع وجود زخات رعدية غزيرة من الأمطار في بعض الفترات خلال ساعات مساء هذا اليوم، وتستمر هذه الأمطار بالتحرك بالاتجاه الجنوبي وتؤثر حتى على دولة الإمارات بمشيئة الله تعالى. خلال ساعات صباح يوم الثلاثاء تتأثر المناطق الشمالية الغربية بحالة من عدم الاستقرار الجوي مصحوبة برياح قوية في مناطق الجوف وأجزاء من تبوك، يتوقع أن تهطل عليها أمطار رعدية ربما تكون أحيانا غزيرة ومترافقة مع هبوب لرياح قوية، ويتوقع حدوث موجات غبارية في تلك المناطق خلال ساعات الصباح والظهيرة بمشيئة الله تعالى. ولكن خلال ساعات النهار تدريجيا تتسع رقعة هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، تغزر هذه الأمطار تصبح غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية وربما تشكل السيول، وقد تصحب بزخات من البرد وتمتد لجنوبا وشرقا لتصل إلى أجزاء من الحدود الشمالية بالإضافة إلى منطقة حائل وأجزاء من منطقة القصيم، بالإضافة إلى أنها ستشتد في المناطق والأنحاء الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وأيضا المناطق الشرقية المحاذية لهذه المناطق. وأيضا يتوقع بمشيئة أن يمتد هذا الحزام الممطر الرعدي نحو المناطق الوسطى مثل الرياض وصولا إلى المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة. خلال ساعات مساء يوم غد الثلاثاء يتوقع أن تشتد هذه الأحوال الجوية غير المستقرة في أغلب مناطق المملكة بما فيها العاصمة الرياض، تهطل بمشيئة الله تعالى مع ساعات الثلاثاء على الأربعاء زخات رعدية غزيرة من الأمطار تؤدي إلى جريان الأودية وربما تشكل بعض السيول، وربما تكون مصحوبة هذه الزخات أحيانا ببعض الزخات من البرد، وتسبق هذه الزخات المطرية أحيانا برياح قوية هابطة تعمل على إثارة العواصف الترابية في مقدمة هذه السحب الرعدية. هذه الأحوال الجوية الرعدية الماطرة وعدم الاستقرار يتوقع أن تستمر معنا حتى ساعات صباح يوم الأربعاء، ولكن مع ساعات صباح الأربعاء يتوقع أن تتركز مع ساعات صباح ونهار يوم الأربعاء هذه الزخات الرعدية من الأمطار على المناطق الشرقية والشمالية الشرقية وبالإضافة إلى منطقة الرياض وصولا إلى بعض المناطق الجنوبية الغربية، وتستمر نفس الخصائص بأنها أمطار قد تكون غزيرة وتؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول وربما أيضا ترفق ببعض من زخات البرد. المناطق الشمالية أيضا من المملكة يتوقع أن تستمر فيها الأحوال الجوية غير المستقرة بشكل لافت نهار يوم الأربعاء. إذن هي حالة تقريبا شاملة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على أغلب ومختلف مناطق المملكة، وتكون ذروتها خلال ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء ونهار يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. يوم الأربعاء مساء تكون طول الواجهة الشرقية والجنوبية من المملكة تحت تأثير عواصف رعدية متتالية بمشيئة الله تعالى وبعض الأجزاء العشوائية من المناطق الشمالية والوسطى، وتتحرك هذه السحب الركامية الرعدية مع ساعات مساء الأربعاء
نحو الشرق وتتركز كما ذكرنا في جنوب وشرق المملكة بمشيئة الله تعالى. يوم الخميس صباحا هناك فرصة لأن تتجدد بعض الهطولات المطرية الرعدية على المناطق الوسطى بما فيها أجزاء من القصيم والرياض بالإضافة إلى المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. انتقالنا لحركة الرياح نتيجة تعمق منخفض البحر الأحمر شمال النهار يوم غد الثلاثاء واعتبارا من هذه الليلة يتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية قادمة من المناطق الوسطى مع ساعات صباح يوم الثلاثاء باتجاه مناطق حائل والجوف وتبوك، وتؤدي ذلك إلى إثارة أتربة وربما موجات غبارية كثيفة أحيانا في هذه المناطق تعيق وتؤدي تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية. هذه الألوان الحمراء تدل على سرعات كبيرة جدا للرياح، هناك هبات قد تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة في المناطق الشمالية القريبة من الجوف، وهي ذات الاتجاه الشرقي والشمال الشرقي، وهي تدور بالدوران حول المنخفض الجوي أو امتداده لمنخفض البحر الأحمر. أيضا يتوقع أن تشهد بعض المناطق الوسطى تحديدا مناطق القصيم وحائل أيضا هبات نشطة من الرياح تعمل على إثارة الأتربة والرمال. إذا عموما هذه المناطق تقع تحت أحوال جوية غير مستقرة مطريا، وأيضا من ناحية الرياح والغبار في هذه المناطق قد تكون فيها موجات الغبار كثيفة على فترات. انتقالا إلى إذا ملخص عن الأماكن التي تتعرض لهذه الأحوال الجوية غير المستقرة، يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون هذه الألوان باللون الأحمر هي المناطق ذات زخات الأمطار الرعدية الغزيرة والتي لا يستبعد حدوث فيها السيول وجريان الأودية. اللون الأخضر القاتم هو مناطق ذات تشهد زخات رعدية الأمطار بين الحين والآخر، في حين أن اللون الأخضر الفاتح هو ذات شدة أقل وتكون الزخات أكثر عشوائية ومتفرقة الطابع. هذه إذن تسلسل الزمني للأحوال الجوية. تبدأ الأحوال الجوية غير مستقرة مع ساعات فجر يوم الثلاثاء وصباح يوم الثلاثاء في مناطق مثل حائل وتبوك والجوف، هذه مناطق وسكاكة والمدينة المنورة مناطق شمالية منها، ولكن تتركز في هذه المنطقة مع هبوب للرياح نشطة وموجات غبارية كما تلاحظون على الخريطة. خلال ساعات مساء الثلاثاء ليلة الثلاثاء على الأربعاء تتركز الأحوال الجوية غير مستقرة في المناطق الوسطى في الرياض في الخرج وأيضا أجزاء من محافظة الرياض الجنوبية والجنوبية الغربية، مناطق الدوادمي والقصيم والمجمع وصولا شمال إلى منطقة حائل، وتمتد لاحقا خلال نهار يوم الأربعاء وخلال ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء على الأربعاء ونهار يوم الأربعاء نحو المناطق الشرقية تشمل الدمام والجبيل وطول الواجهة الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. إذن الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض تكون مستقرة، وهو الهدوء ما يسبق أحوال جوية غير مستقرة غدا، غيوم متفرقة مع فرصة ضعيفة لأن تشهد بعض الزخات المحلية من الأمطار. درجة الحرارة الصغرى الليلة القادمة حوالي تقريبا 19 درجة مئوية، وتكون الأجواء بوجه عام معتدلة الطابع، قد تنشط أحيانا الرياح في بعض المناطق. نستعرض سوية درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة في المملكة خلال نهار يوم غد، ونبدأها بمناطق الشمالية الجوف وسكاكة، هناك فرصة لأمطار رعدية مع موجات غبارية غدا ودرجة حرارة 21-14، تبوك كذلك الأمر 22-12، في عرعر من 23-16 مع أجواء غالبا غائمة بوجه عام. المناطق الغربية في جدة 32-19 مع غيوم متفرقة وأجواء مستقرة عموما، المدينة المنورة 28-16، مكة المكرمة 33-19 والطائف من 25-14 درجة مئوية. انتقالا إلى المرتفعات الجبلية والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة في أبها أمطار رعدية متوقعة بمشيئة الله تعالى من 23-16، في جازان أجواء يعني تكون غالبا غائمة جزئيا لكن أمطار حول تلك المناطق من 31-29، في الباحة أجواء أيضا أمطار رعدية من 22-15 درجة مئوية. ننتقل بكم إلى المناطق الشرقية من المملكة في الإحساء من 30-18، في الدمام من 28-22، وفي حفر الباطن من 32-20، وتكون في هذه المناطق اليوم أمطار رعدية لكن غدا أجواء مستقرة نهارا، إنما ليلا تعود مرة أخرى إلى عدم الاستقرار كما ذكرنا. نختم بكم هذه الجولة بالمحافظات في المناطق الوسطى بالرياض 29-17، غدا أجواء غير مستقرة تتصاعد تدريجيا وتبلغ ذروتها في ساعات الليل، في القصيم من 27-19 مع فرصة أمطار رعدية
وكذلك أمر في حائل خاصة في بعد الظهر 25 في ساعات النهار، ولكن ليلا تهبط إلى تقريبا 11 درجة مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة فيما بعد يوم الثلاثاء نهار الأربعاء أو الثلاثاء، الأجواء غير مستقرة كما ذكرنا، نهارا 29 ليلا 17، ذروة الأمطار الرعدية ليلا تكون غزيرة في العاصمة الرياض. تبقى الأجواء غير مستقرة الأربعاء مع أمطار رعدية، 22 نهارا 15 ليلا، وتبقى الفرصة مهيئة لبعض الأمطار الرعدية ليلة الأربعاء الخميس. أيضا حتى يوم الخميس في ساعات الصباح هناك فرصة لأمطار رعدية في العاصمة الرياض، ولكن تميل تدريجيا الأجواء للاستقرار في ساعات ما بعد الظهر. درجة الحرارة 27 في ساعات النهار، تنخفض إلى 18 درجة مئوية مع بعض الغيوم المتفرقة. قبل الختام ندعوكم الانتباه جراء هذه الأحوال الجوية غير المستقرة التي سادة، بالرغم بظل حظر التجول المفروض في المملكة لمجابهة تفشي فيروس كورونا، لأننا ندعوكم بالابتعاد عن أي مجاري للأودية والسيول نظرا لتوقع جريانها خلال هذه الحالة، كما ندعوكم إلى الانتباه من خطر ارتفاع نسب الغبار في بعض مناطق المملكة بسبب طبعا الرياح القوية، وبالتالي يعني حتى لا يحدث أي مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي. كما ندعوكم إلى الانتباه من هذه الأمطار الغزيرة في بعض المناطق، وفي حال كان هناك أي شخص بكم يقود مركبته في تنقلا بين المحافظات أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. طبعا سنكون معكم دائما في تغطية مباشرة عبر منصاتنا المختلفة، هناك تغطية حية بدأت على تطبيق طقس العرب وعلى موقع طقس العرب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. ندعوكم دائما إلى متابعتنا ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.